وين حطيت الأطبارة؟ أنا متأكدة إني جبتها معي. مين محمد؟ مو حدا. شو يعني مو حدا؟ مانو شخص مهم كتير، يعني زبون قديم شوي. طالما هيك ردي على التليفون. ياسمين، مين هذا محمد؟ ما بعرف كيف بدي فهمك مين بيكون. ايه هو نفس الشخص اللي الصبح صادفنا وقت كنا على الفطور. بيكون خطيبي القديم. انت كيف ما بتخبريني بهيك شيء؟ ها ما قدرت خبرك، ما قدرت خبرك، ما قدرت خبرك. انا اسفه كل هالوقت وانا مثل الغبي عم بشتغل مع هذا الرجال، مع خطيبك القديم. اشتغلت مع الوغد اللي خانك وانت سمحتي بهالشي يصير، ما هيك؟ هو بيعرف كل شيء، بيعرف كل شيء عن علاقتنا وبيعرف عن ابننا، وقال لي انه رح يخبر امك عن كل شيء. صار يهددني، صار يهددني يا صبار، صار يهددني لإلي. هو هددك؟ كيف بتسمحي لهي خاين انه يهددك؟ مين هو ايام؟ مين؟ كيف بيقدر هالزلمه يهددك؟ الو محمد، انا صواش بلدار. إذا كنت بتظن إنه رح روح بدون ما آخذ شي، بتكون غلطان سيد صواش. صباح الخير ياسمين. شو صار لك؟ وأخيرا خبرت صواش عن محمد. وتضايق كثير مني، وبعدين حمل حاله من دون ما يحكي ولا كلمة وراح. ما بعرف شو بده يساوي. شو بده يساوي؟ بظن أول شي بيعمله بيطرد محمد من الشغل. اهدي انتي وبعدين اتصلي فيه بيكون هدي. اوف، صواش بيك اجته رسالة بدي اترك له اياها هون. ماشي، انتي حطيها على المكتب. من شوي حكى معي السيد صواش وطلب مني ابعت له شوية ملفات بسرعة، كنت عم حل الموضوع. طيب.
اهلا وسهلا بك. اهلا فيكي بنتي. سواش هون شي؟ لسه ما اجى لهلا. ماشي رح استنى بغرفته. مرحبا استاذ. اهلين. لازم روح على اجتماع كتير مستعجل. يلا بخاطرك. ماشي ابني، اهتم بشغلك. خلدون تعا. مرحبا. شوفي يلا ركاب، رايحين لحفلة كتير حلوة. والمدرسة اليوم أنا عندي كتير دروس مهمة. المدرسة والعلم ما رح يهربوا، لا تشغل بالك، رح أخذك على مدرسة الحياة. يلا ديلان. تفضل. شفتي محمد شي؟ لا ما شفته. سواش بيك. نسليان وينو محمد؟ طلع من شوي. سواش بيك شوفي هذا الملف نسليان. هاد؟ لاحظت هون في نواقص. لحظة شوي. ايه معك حق. لا قولي محمد بسرعة. كيفك اخي؟ انا منيح وانت كيفك؟ حب اعرفك، ابن خالي خلدون وهذا رفيقي تيم. مرحبا. اهلا وسهلا فيك هون خلدون. اهلا فيك. انتبه من تيم اخي، هذا مشكلجي، هداك اليوم كسر واحد تاكسي. مو لهالدرجه. مصطفى شو اخبارك يا سبع؟ انا منيح وانت؟ عندي شي رح يبسطك كثير. شو هو؟ اذن الطير. شو يعني هاد؟ هذا شي منيح يعني؟ بعدين بيجي شفته. يلا تعال. بس من بعد يلا. الشباب ما عاد بينوا. يا ريتك اتصلت فيني يا ابني، كان الرجال هون قدام عيني، كان فاتح كمبيوترك وعم يفتش فيك، انت لقطته. وانت شو بعرفك خالي؟ طيب شو بدنا نساوي ابني؟ بلكي اتصل بامك؟ انا رايح على البيت يا سواش، رح كون جنب امك، مشان اذا صار شي. طيب خالي يسلم.